مسا الحلاوة. مسا حلاوة مسا حلاوة. سيادتك لا مؤاخذة مش عايز سواق؟ هو حضرتك بتشتغل سواق؟ سيادتك أنا عندي تاكسي. طب عندك تاكسي وعايز تشتغل عندي ليه؟ لإقساط حرائق يا باشا، والبنك ما بيرحمش. الله، أنت متعسر أنت كمان؟ متعسر؟ الحمد لله. متعسر. مساء الجاب. مساء الجواب يا أخويا مسلم. محسوبك جضل صاحب الفرن اللي في آخر الحارة. زي ما تقول ده أنا اللي مربي رافض. ونعم الترباح. الحلو واقف كده يا باشا. هما مش هيشوفوا حل. الله، انت متعسر انت كمان؟ قوة قوة يا باشا، عندي امساك ليها تلات ايام. مساء الفل. هو فين الفل ده يا باشا؟ صحيح مفيش فل. لا ولما انت مش شايف فل بتقول لي ليه مساء الفل؟ شايفها مزحزحة؟ شايفها مخطرة؟ شايفها بتنطر؟ يا عم انا اسف ما كانتش كلمة. بقى جاي تقول لي انا مساء الفل ليه؟ شايفني رايق، شايفني مزقطط، مش شاجع عينه، الله وبتحزم وبرقص. خلاص يا سيدي حقك عليا، وانا جبت سيرة امك؟ انا بقول لك مساء الفل. وكمان بتقولها في وشي. بلاش مساء الفل، مساء الزفت على دماغك ودماغ اللي جابك. يا رب طول ما انت ماشي في الشارع الناس كلها تقول لك مساء الفل، لغما تبقى عريان بلبوص معظم يجي لك عزرائيل ياخد روحك يقول لك مساء الفل، يطلعوك على جهنم تلاقي بعرور مستنيك هناك يغني لك مساء الفل. لا ده انت قصدها بقى. اوعى على النبي، ده فرح عقبال عندك، وبعدين الباشا ضيف عندنا عشان خاطر اهدى. اهو ده نبي. مساء الفل. خلاص خلصت يا باشا، جابوا ترفق، ربنا يتقبله. اللي قدامك ده رئيس عمال قد الدنيا، كنت شغال عند الجدع الحرامي شيخ المنصر اللي اسمه محسن الداوي. قمت من نومي فجأة لقيتهم رافضيني أنا ويجي 3000 عامل زي خرب بيوت يا باشا، شردونا يا باشا، أكلونا لحم ورمونا عظم. سبع عيال أمهم بقرفهم أكلهم وشربهم ومدارسهم حلقين في رقبت يا باشا. يوم يجي الجدع اللي اسمه محسن الداوي شردني أنا وعيالي، عليا الطلاق بالتلاتة نجيب ومطرح مكان. أول ما أشوفه بالإزازة دي أخضرب دماغه. وانت هتجيبه منين دلوقتي؟ ده كلهم سافوا وراحوا لندن. والله لو كان في بطن الحوت لجيبه. طب استأذن انا. تمشي ليه يا باشا؟ انت بتعصب ليه؟ انا اسف يا باشا، اسف يعني رميت بلاها عليك من غير سابق معرفه. نتعرف بسعادتك. انا مؤنس الشنكحاوي. مصلح الزعبلاوي. الزعبلاوي؟ احسن ناس. انت ابن مين في الزعبلة؟ انت تعرف الزعبلة كلهم واحد واحد؟ امال دول حبايبي. انا ابن يعني عارف. تعرف عنتر الزعبلاوي؟ امال ده مربيني. ده عمتي. ايه عمتك؟ قصدي يعني واخد عمتي. مع عمتي من الزعبلة برضو، عنتر وزعبلة. يلا بينا. نومك سواب. تعرفش مكان محسن هنداوي؟ اول ما هشوفه هعرف هو فين، حاجة اقول لك على طول. يا رافض والنبي ما انت ماشي. نسمع سلام لراجل الاعمال الكبير اللي شرفنا وحضر فرح النهارده. الظاهر
انا بقول نمشي احنا بقى ونسيب العرسان ده وحديهم في ليله حلوه زي دي. ها صباح الخير. انا بقول برضو ما صحش نمشي ونسيب العرسان في ليله حلوه زي دي. اتفضل. اقسم بالله انا شرعك يا محسن يا الداوي. لا مؤاخذة يعني يا باشا، ما عرفتكش بالعيلة. ده الحاج شبانة أبويا. أهلا الحاج. والحاجة طبعا. أهلا الحاج. ودي أختي. أهلا وسهلا. وده جوز أختي. ده جوز أختك؟ شبان كابوريا. حضرتك والبنت دي بنت أختي. والواد ده بقى أشرف أخويا الصغير. أخوك؟ يا حاج. ربنا يزيد ويبارك كده ويتمم بألف خير. مش نسيب بقى العرسان يشوفوا مصلحتهم بدل ما احنا قاعدين كده على قلبهم؟ والله يا مدام زيارة سيادتك دي هتفضل محفورة في قلوبنا طول العمر. طب يلا بقى خد الحاجة واتكل على الله. اتفضل يا حاج. يلا ولاد يلا ولاد يلا. ايه هتفضل واقف كده على طول؟ اتفضل اتفضل. يلا بدرية. وانت مش هتتفضل برضه ولا ايه؟ مش هتشوف مصلحتك؟ يلا قول. وبقول لك ايه؟ وبعدين عارفنا. يلا 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 يلا. واحنا مش هنشوف مصلحتنا برضه ولا ايه؟ طب احنا في ايه ولا في ايه بس؟ واحنا بنعمل حاجة غلط. احنا مش مخطوبين لبعض. يا مؤاخذة يا محسن بيه، اصل مش جاي لي نوم. لا السهر وحش علشانك، خش نام يا حاج. الفكرة يا محسن بيه، اصل كنت عامل استبدال معاش وكانوا بيخصموا مني 15 جنيه كل شهر. جم الشهر ده ما ادونيش العلاوة. معلش، خد يا عم شبانة تعال. ملوش لزوم يا بيه. ازاي بقى؟ اسمع تعال خد. الحبايه الزرقاء. ايوه الحبايه الزرقاء. يبقى ادعي لي يا عم شبانه. بلاش دوشه بقى، احنا مش فاضيين لك، خليها نروق. الراجل قرقش. كنا بنقول ايه بقى؟ ما تتلم بقى، الراجل اخد بيل. انا قلت يمكن تحبوا تشربوا شاي ولا حاجه. هو البيت ده ما حدش بينام فيه ولا ايه؟ اصل انا اخويا كنت داخله جمعيه عشان اجوز رأفت وقبضتها الاول. ولما جه ميعاد قسط الجمعيه كان شطب على اللي ورايا واللي قدامي. والوليه بقى ام ميرفت بتاع الجمعيه. خد الصوت. خد يا حاج. ربنا يخليك وما يشحطط لك ولية أبدا. الحاج بيندى عليكي. حاضر. عايز الصاير. عايز ايه؟ صاير. وانت هتطير علينا؟ روح اطير في الحمام اجري ويلا عشان تنام عشان المدرسة الصبح. أنا مش هروح المدرسة تاني. ليه؟ أصل ما دفعتش المصاريف ولو رحت هيمشوني. احنا بنتقلب هنا. خد يا حبيبي. ايه ده؟ فياجرا؟ فياجرا. هات واحده. خد. لا 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 لا، ده مضر للبول. لا روح اعمل اللي انت عايز تعمله وخش نام. يلا يلا. طب هات المصاريف. خد يا حبيبي يلا. التصيره راحت، التصيره راحت، التصيره راحت، التصيره راحت، التصيره راحت، التصيره راحت. يا ليل يا عيني، يا ليل يا ليل يا ليل يا حلو ياللي غرامك في الفؤاد شبابيك. انا قلبي شافك وانشبك بيك، ولا فيش كويني غير بصك من الشبابيك.
عزيز الهادي عيداوي بعيدك على عيناي. فين ترخر؟ ده ايه الليله السودا المنيله بستين نيله دي؟ مش عارف يا باشا، مش عارف ايه اللي حصل. موجه